توجه إلى جميع الأمارات والمشيخات التي كانت تحيط بالمملكة من أجل توحيدها امتثالا لقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهو مأجور على نيته سواء تحقق هذا الهدف أو لم يتحقق. أما الجانب الثاني وهو الأهم، فهو أنه رحمه الله أدرك بالخطر الذي يحدق بالأمة، وهو الغزو الفارسي لهذه الأمة، ولذلك عمل جاهدا من أجل القضاء على جميع البدع والخرافات التي أدخلها الفرس في ثقافتنا، فقام بالقضاء على تلك البدع والخرافات، وخاصة عندما وصوله إلى النجف وكربلاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عن الإسلام وأهله خير الجزاء. أخيرا وليس آخرا، أهنئ أنفسنا وأهنئ الشعب العراقي وأهنئ الشعب السعودي والشعوب العربية بعودة العراق إلى حضنه العربي، العراق الذي قال عنه سيدنا عمر: هو جبل النار الذي بيننا وبين فارس، اللهم اجعل بيننا وبينهم جبلا من نار. فها هو جبل النار عاد شامخا إن شاء الله ليقوم بدوره، يكون حصنا ودرعا أمينا بين العرب وبين فارس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.